Our group is so ready. You worked for 10 days. عندنا 10 أيام للتحضير للقاء النهائي هذا. التحضيرات اللي هي تسير في بطريقة جيدة. كان عندنا يعني ثاني ميني ستاج لآخر الأيام الأخيرة هذه قبل اللقاء. لا يوجد أسرار بين الفريقين، يعني كلا الفريقين يعرفوا بعضهم بعض. ونحطوا بطريقة بأكثر يعني الجانب النفسي والذهني باش نكونوا جاهزين في اللقاء اللي ينجم يكون أكثر من 90 دقيقة، يمكن 120 ولا احتيروا حتى لضربات الجزاء. لكن متفائلين وكل شيء يسير بطريقه جيده. النهائي يكون يعني مختلف جدا بكل الجوانب، فريقين وكذلك اللاعبين يحترموا بعضهم بعض. لكن في لقاءات كاس وخاصه النهائي، لكن اشياء يعني دي طاي هذول اللي ممكن يعملوا ديفيرونس في نتيجه الاوتكم تاع اللقاء. It's no pressure. I think football. ليست هناك يعني فريمون ضغط، يعني الضغط يكون كيكون عند مشاكل صحية ولكن مشاكل خارجة عن كرة القدم. لكن كرة القدم عبارة عن رياضة اللي عليك يعني تحضير بطريقة جيدة، حط اللاعبين تاعك من كل جانب باش يقدموا اللي عليهم. لاعبين لديهم الثقة اللازمة وهم جاهزين وحاضرين للقاء النهائي هذا.